51 ميدالية حصيلة مصر من أبطالها في دورة ألعاب البحر المتوسط. عاش. ميداليات بالجملة وإنجازات عظيمة خرجوا بيها أبطالنا على منصات التتويج، احتفالية وأداء مميز وجدعانة في حب مصر ورفع علمها في أعلى الأماكن ما بين الذهب والفضة والبرونز، علامات تركها المصريين في الجزائر وادونا أمل وطموح وثقة في الرياضة المصرية.